جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: بدأت الصلاة منذ 8 أشهر وما زلت والحمد لله محافظة عليها، وكان عمري عندما بدأت الصلاة 19 سنة. ماذا علي أن أفعل لقضاء السنين التي لم أكن أصلي فيها، وقد ندمت كثيرا على ذلك، وبماذا أدعو الله ليغفر لي وجهوني مأموري؟ عليك بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والمحافظة على الصلاة في المستقبل، ولا تلزمك الإعادة لما مضى لكثرة ذلك، ولأن ترك الصلاة متعمدا يكون كفرا، لا يخرج من هذا الكفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة من جديد. فعليك بالمحافظة والاستغفار والتوبة، والله يتوب على من تاب.